تمكن رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار من إدخال هيئته التاريخ من بابها الخلفي بعد أن قام بتأجيل مباريات الجولة 12 في ساعة متأخرة من ليلة أمس قبل ساعات من المباريات، خارقا بهذا كل القوانين والأعراف. المزيد في تقرير وليد معمري. في سابقة فريدة من نوعها، قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم تأجيل مباريات الرابطتين المحترفة الأولى والثانية ساعات قليلة قبل الموعد الذي كان محددا لإجرائها. والأدهى والأمر أن بيان التأجيل ورد بموقع الرابطة في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة، ليضرب بذلك كل المعايير والأعراف والقوانين المنتهجة قبل اتخاذ قرارات التأجيل، وليتأكد للجميع وبجلاء ووضوح أن رئيس الرابطة الوطنية عبد الكريم مدوار حقا تمكن من إدخال الهيئة التي يترأسها التاريخ، لكن للأسف من بابه الخلفي. إليكم أن تتصوروا تبعيات هذا القرار الانفرادي أو بالأحرى اللامسؤول على الأندية التي تحملت على عاتقها مصاريف التنقل خارج القواعد ولمسافات بعيدة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تنقل نادي شبيبة الصاورة من الجنوب الغربي بشار إلى العاصمة. لا ليغ كي تهز لي زيكيب بريزون شارج توتال بهم لي كاتيجوري نتاعهم، غادي يشوفوا لي فاكتور نتاع لا صاورة شحال يتخلص، تما يحسوا بينا مليح. كي يجي يخلص لا فاكتور يعرف كومبيان دارجون ديبونسون ديبلاسمون، تما يحس بينا مليح. وكذا ومثله لأندية أخرى تكبدت خسائر مادية كبيرة جراء التأجيل، وحتى تعويضها لن يكون كفيلا. قبل ما شكل راح يلقوا الفرق هما ما يعرفوهاش، هذا تاع الرابطه هو يعرف يأجل يدير لك هكذا يرمي الكامب مايل يقول لك مقابله بديت، بس حنا من بعد راح نحصلوا ان شاء الله، باقي نجيو الاماكن باسكو حنا باه نلعبوا مقابله ان شاء الله، لازم الجمهور يعرف حنا يكون ب 10 ايام الافونس اسبوع الافونس باه نقدروا نلقاو التذاكر وننزل باسبوع قبل. كاين امور حنا الفرق رانا نعاني. يحدث هذا أياما قليلة بعد أحداث العنف المأساوية التي شهدتها مباراة البرج والبلودية، لتخرج علينا الرابطة بقرار التأجيل ساعة قبل منتصف الليل، الأمر الذي يؤشر بوضوح أن مدوار وهيئته فقدوا البوصلة وأن القادم لا يبشر بالخير، ما دام أن الرابطة فقدت منهج العقلانية في التحكم بزمام الأمور.